تقفل السكه في وشي. لا ده بقفلها بجد. ماشي. ايه ده؟ انت كنت فين؟ ده نظام جديد بقى ولا ايه؟ هو ايه ده بقى الجديد؟ انك تسألي. يا سلام. لا ان شاء الله. هو انا مش من حق اسألك بتروح فين وبتيجي منين؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ ونبي عبد العزيز ما تغيري الموضوع. انا ما بغيرش مواضيع. انت ايه اللي لابساه ده؟ خش 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 البسي بيبي دول فريحي بدل الاسود ده. انا جايلك ساعتين. ما في يا راجل انت؟ انت مش واخد بالك ان انا مراتك؟ سايبني كده ورميني ولا بتسال عني ولا تعرف عني اي حاجه ولا كاني موجوده في حياتك اساسا؟ في ايه يا بت؟ بت؟ بلاش. في ايه يا حلوه؟ لو تكوني فاكره انك مراتي بجد يا بنتي اللي بينا عقد منفعه. انا عايزك 3 شهور وانت وافقتي. يبقى ايه الزيطه اللي انت عاملاها دي بقى؟ عارفه انهم سبت 3 شهور بس عيب. انا برضو مراتك. ماشي ماشي يا مراتي. جوزك بقى بيقول لك ادخلي بسيلي بيبي دول فريحي بدل الاسود ده. ساعتين وماشي. يلا. الحاجه بتذل النفوس ضعيف قوي الإنسان من جهله فاكر الفلوس هي السند والأمان. الحاجة بتذل النفوس وضعيف قوي الإنسان من جهله فاكر الفلوس هي السند والأمان. بالغالب يضحي عشان حبة ورق في ايديه بيقل من قيمته ومذلول ومكسور عينيه. بالغالب يضحي عشان حبة ورق في ايديه بيقل من قيمته مذلول ومكسور عينيه. الحاجة بتذل النفوس. ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ مقموصة ولا ايه؟ ما تيجي جنبي هنا. سلفو بليه مزبزال. أنسة عليا موجودة؟ أه موجودة. قولي لها حسني ابن عمها. صباح الخير يا فندم. ثواني. أنسة عليا ضيف بيسأل عن حضرتك. أنت إيه اللي جابك هنا؟ دي مقابلة. طيب أنا أقول لك تعالي تطلع بره تقولي لي الدنيا ليل، أجي لك الشركة تقولي لي إيه اللي جابك هنا؟ عيب يا عليا، ده أنا حسني ابن عمك. طيب تعال تعال نتكلم بره. بس هند تعالي لي. مين ده؟ ابن عم الأنسة عليا. طب على مكتبك. انت ايه اللي جابك هنا؟ عايز مني ايه؟ عايز منك ايه؟ جاي اطمن عليك يا علي. جاي اشوفك عامله ايه في الشغل الجديد واطمن على الشهاده اللي سهرت وتعبت فيها عشان تاخديها. يا ترى جايب نتيجه ولا لا؟ هات من الاخر. عايز ايه؟ عايزك. انت مجنون؟ اه مجنون. مجنون يعني علشان بحبك؟ وايه اللي فيا يتعاهم؟ وحش انا؟ ولا نصاب ولا نصاب ولا نصاب؟ ولا انت بتعملي ايه هنا بالظبط؟ طب ممكن نتكلم بعد الشغل؟ لا هتكلم هنا بقى. بصراحه يعني يا حسني اصلا مش هستريح ولا يهدى لي بالي غير لما اخد حقي.
طب واللي جيب لك حقك في السريع البني؟ ايوه بس المشكله لا غير فيه. ايوه ولا مش ايوه، انت تقولي لي بالظبط. وانا مش تقولي يا علما ان عندك ضيف عشان نقدر نرحب بيه. كاميليا مديرك علاقات العمل. يا صباح البيوتفول. حسني عبد الرحيم رجل اعمال، يعني منطلق. البنت بتاعتنا عامله معاكم ايه؟ انا اعرف ان هي عنيده، يا ترى بقى في الشغل ماشيه ازاي؟ لا لا لا، عاليه دي النسمه بتاعت الشركه. اهلا بيك يا فندم. اتشرفت. مش هوصيك عليها بقى. اوكي. نهارك بيوتفول. ده بيوتفول جدا. ايه ده ايه ده؟ ممكن تمشي بقى دلوقتي؟ لا مش همشي بقى. عايز اقعد معاك. يلا نخرج بقى. انا مش فاضيه. مش فاضيه؟ اه سمير بقى وكده. لا ما تستغربيش، اصل انا لما بحب حد بحطه في دماغي واعمل عنه سيرش بحث، يعني لازم اعرف اوله من اخره. ماشي سلام. على فكره عليا، انا عايزك وعايزك بجد، حط الكلام ده في دماغك. خالتي يا خالتي، خالتي الحقيني. ايوه في ايه؟ امير تعبان قوي هيروح مننا. روح اندهن الزيت من المحل. استني اكلم السواق. يا رب. ايوه هات العربيه تحت باب البيت دلوقتي. انا لسه بنقل المستشفى، انا هنزل للشيخ زياد اقول له واجي على طول. بسرعه يا حبيبتي. يا رب تخف عنه يا رب. تعالي يا ستي بس الاول نقعد وبعد كده ارجع زي ما انت عايزه. طريقتك انت وصاحبتك ما عجبتنيش على فكره. انا ما احبش حد يتعامل معايا على اني انسان ضعيف. واللي انت ما تعرفوش عني بقى ان انا ما بتهددش. على فكره احنا بنهددك. هو انت مش واخد بالك ولا ايه؟ انا هقول لك على حاجه مهمه جدا انت ما تعرفهاش. مدير البنك حوديه في 60 داهيه عشان اقدم لك تسهيلات ما كانش المفروض يقدمها. هتقول لي بقى انك خدت القرض باسم شركه تانية وان انا اللي ماضي على الورق. هقول لك هو كان لازم يعرف كويس قوي الفلوس دي رايحه لمين وهيعمل بيها ايه وايه ضماناته. فالاهم بقى ان انت هتعمل اللي انا هقول لك عليه وهتعمل اللي عليا هتقول لك عليه. يا حياتي انت مش فاهمه حاجه خالص على فكره. لا يا روح قلبي انا فاهمه صح. شوف سرور حس ان المشروع خسران فقرر يخلص منه. انت بقى خدته بناء على ايه؟ بناء على توجيهات مدير البنك اللي قال لك هيديك كل القروض اللي تقدر تغطي المبلغ اللي هتشتري بيه المشروع. فبكده يكون سرور خلص من الخساره وانت بقيت رجل اعمال كبير قوي.